طيب الفرحة موجودة ومنتظرة لأن المنتخب الوطني المغربي متأهل إلى النهائيات. حديث المياغري وبصير، هذا المياغري كان عنده حديث مع كريتيان بصير وفرصة غتنفذ الآن، فرصة ثانية على المنتخب الوطني المغربي في التنفيذ. أظن تعربت هذه المرة، تعربت في التنفيذ. هنشوفوا فرصة الأسود، فرصة الأسود إن شاء الله لإضافة الهدف الثاني. يلا يا الأولاد، يلا يا الأولاد، يلا يا الأولاد، بغينا أهداف كثيرة وبغينا أهداف جميلة. تعربت 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 قطعة الشوكولاتة من الأسود، تعربت بعد كل هذه التمريرات يعطي هدف ثاني جميل. وبأي طريقة، على طريقة اللاعبين الكبار يسجل الهدف الثاني، هدفين مقابل شيء، مقابل هدف عفوا، هدفين مقابل هدف. تعربت يسجل الهدف الثاني، لاحظوا فنية جميلة، طريقة رائعة، شيء جميل من هذا القبيل نتابعه في الدوري الإنجليزي. كرة ثابتة جميلة، أوه لقطة رائعة وهدف رائع من اللاعب علي تعربت، عائد وبقوة يضيف الهدف الثاني في اللقاء للأسود. هدفين مقابل هدف، هدفين مقابل هدف. الغلة ممكن أن تكون أكثر لأن الأداء جيد والفرحة رائعة جدا. لاحظوا الأب والابن كما يمكن أن أقول أشبه كرس وتعربت. نعم.